انت كم مره عدى عليك موقف في حياتك اضطريت ان انت تديله ظهرك وتكمل وتمشي؟ انت عارف دايما اللي بيعمل كده بيبقى راجل جدع، علشان كده احنا ما بيهمناش اللي بيتكلموا في ظهرنا، علشان ما لهمش قيمه عندنا. تعال ندخل اتمرن تمرين الظهر جامده قوي، يلا بينا. خمس مجاميع. لما اقول لك خمس مجاميع اعرف ان في مجموعتين في الاول وورم اب سيتس. تعرف الاول تجهز نفسك وتعرف الاداء الصحيح وتظبط ادائك، وبعد كده تدخل تتمرن وتزود اوزانك. لما تيجي تتمرن لات بول داون خلي كوعك جوه سنه، وتشد عضلات ظهرك من ورا، وتطلع واحده واحده، بلاش عشوائيه وما تتسرعش في العدات. التمرين اللي بعد كده هنتمرن دمبل رو. ازاي هتتمرن دمبل؟ بكل بساطه هفرد ظهري، لازم يكون مستقيم، همسك الدمبل في نقطه قدام عينيا بنزل ليها وبشد بكوعي لغايه هنا بس، وانزل واحده واحده. في بار رو ماسكه واسعه، كل ما وسعنا كوعنا لبره كل ما استهدفنا الابر باك، وشد وكوعي يبقى مفتوح لبره، وانزل واحده واحده. حبل بول اوفر بطلع وانا كده فارد كل اللات، وشد بكوعي في ظهري. اختار الجراب المناسبه لحجم جسمك، ما تبقاش عريض قد كده وتتمرن بدي، يبقى مفيش مدى حركي خالص. كده انا خلصت تمرينة الظهر بتاعت النهارده. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير، وابعت تقول لي عايز الفيديو الجاي يكون عن ايه. اوعى يفوتك مفاجأة شهر رمضان الكريم.